برغبتها واختيارها وحريتها دون إكراه من أحد ودون ضغط من أحد، فليس من حق أي أحد على وجه الأرض أن يرغمها على الخروج من دينها الذي دخلت فيه، أو أن يعرضها لأي لون من ألوان الأذى النفسي أو البدني لتتخلى عن دينها الذي ارتضته بكامل حريتها ورغبتها. وأيضا أخاطب العقلاء في مصر من المسلمين وكذلك من النصارى حتى لا تكون فتنة، وهم بهذا يسحبون كثيرا من سيادة الدولة ومكانتها وهيبتها، ويتصورون أن الأمر لا عواقب له، بل عواقبه ورب الكعبة خطيرة. فأنا أناشد العقلاء أيضا ألا يتسببوا بمثل هذه التصرفات في إشعال نار فتنة لا يعلم خطرها إلا الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من هذه الفتنة ومن أي فتنة ظاهرة أو باطنة، وأن يحفظ عليها أمنها وأمانها وسلمها وسلامها، وأن يوفق المسلمين جميعا والمسؤولين جميعا إلى كل ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك ومولاه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق. هذا ما أردت أن أبينه في هذه الدقائق تبرئة للذمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل